اليوم اختيارنا للموضوع ديال الجريمة الإلكترونية والوقاية منها جات انطلاقا من الأرقام المهولة والأرقام الخطيرة التي تتعطى من طرف الجهات الرسمية وكذلك المندوبية السامية للتخطيط وكذلك الجمعيات التي تشتغل في هذا الموضوع. اليوم الجريمة الإلكترونية أصبحت جريمة متفشية داخل الأوساط الشبابية، أرقام خطيرة جدا، حان الوقت من أجل التوعية والتحسيس وكذلك الحماية القانونية، الدعم النفسي وكذلك توعية وتحسيس لدى الناشئة وكذلك الأسر، الأمهات، الآباء، الأساتذة، وكذلك خاص ضروري أن يكون واحد الوصلات إشهارية، خاص يكون واحد دي فيلم، مسلسلات، روبورتاجات، كذلك المرابيج الوثائقية من أجل أن نقدروا نوعي أكبر عدد من التلاميذ والتلميذات، أكبر عدد من الشباب والشابات، أكبر عدد من الناس اللي تتعاملوا مع التكنولوجيا الحديثة ولكن ما تعرفوش الخطورة ديالها، لأن العنف الرقمي اليوم ماشي هو عادي، ممكنش نستهلو به، ممكنش نقولوا انه بسيط وانه عنف، ممكن انه يوقف في واحد المرحله من المراحل حياه هذاك الضحيه، بل هو ممتد في الزمان والمكان. كذلك هو ان المعتدي ماشي دائما تكون مجهول، هو المعتدي دائما تكون قريب، لهذا خاص الحمايه من القريب اكثر، لانه عنده معطيات اكثر عن الضحايا، عنده صور، عنده فيديوهات، عنده اوديوهات. ولكن كذلك خاص قوانين تكون قوانين مبسطه من أجل أن المواطن والمواطنة يفهمهم أكثر باش يعرفوا فين كاين الحماية ديالهم، خاصة في الإجراءات القانونية، كذلك عند الشرطة القضائية، كذلك خاص يكون عندنا خلايا التكفل بالنساء والشباب كذلك وبالرجال كذلك داخل المصحات من أجل الدعم النفسي المستمر، لأن ضحايا العنف الرقمي دائم هما في واحد توتر دائم، في واحد الخوف دائم، في واحد الوسواس القهري، في واحد الآلام يومية، واحد المعاناة نفسية اللي تدمرهم بشكل يومي. إذن ضروري اليوم الدولة تحمل مسؤوليتها وكذلك أنها تحاول ما أمكن أنها تشتغل بشكل كبير على هذا العنف الرقمي. باش نتكلموا على العنف الرقمي تنتكلموا على منصات التواصل الاجتماعي اللي كل شيء والتي يدخل لهم كل من هب ودب، وكذلك أن الفتح الصفحات هو سهل. إذن خاص ضروري أن الدولة تدير اتفاقيات مع المسؤولين على هذه المنصات التواصل الاجتماعي وخاصة ميتا وهي أوتخ، باش نقدروا أننا على الأقل يكون عندنا واحد المعطيات خاصة ديال هاد الناس اللي عندهم الصفحات، باش في الوقت اللي تيمارسوا أي ممارسة ديال العنف قادرين أننا نوصلوا لهم بسهولة من أجل أننا نتابعهم قضائيا. كاينة نقطة اللي مهمة جدا هو تشديد العقوبات، لا يعقل باش نتكلموا اليوم على عنف رقمي وتنتكلموا على عام ولا عامين ولا شهر ولا شهرين ديال المعتدي، خاصنا على الأقل بحكم أنه تيقتل النفس، راه العنف الرقمي بحال واحد قتل واحد، لأنه تيدمروا بشكل يومي، تيقتلوا بشكل يومي، لهذا خاص تشديد العقوبات، خاص إعادة النظر في قانون 103/13 باش تقدر تعطي فصول وتعطي عقوبات زجرية مهمة. كذلك أننا خاصنا يكون عندنا قانون خاص للعنف الرقمي وحماية ضحايا العنف الرقمي، لأن العنف الرقمي هو تدخل في التجارة بالبشر، وهنا تندوي على تشديد العقوبات، وخاص كذلك الجهات المعنية اللي هي القضائية أنها تبدأ تتابع المعتدين بالتجارة بالبشر.